كاينه قوانين. من اين لك هذا؟ عمرها ما تفعلت. قانون تجريم المعارف لديني دينيسي لما كنت مسؤول على واحد الجهه وعرفتي بانه هذه الجهه ديالك فيها 10,000 قطار مثلا وغادي تدفع 10,000 قطار اخرى من الباديه غادي تدخل المدار الحضري انت اللي هو عرفتي ونتي كتشري من عند الفلاح 20 درهم للمترو ولا كتشري من عندي بكثار ومن بعد ديزي كتفصل وتبيع عباد الله بحال هكا المترو هادشي شنو حدا الرضا الرضا مثلا مدينة التربية مدينة خدم أراضي الناس وشراو شي حاجة بثمن رخص هما اللي كانوا عارفين شراو بقاو كيبيعوا في السوق خداو داكشي ديال الولاد حطوه وخلاو ما خداو تغناو بين عشية وضحاها على مرأة ومسمع جميعا حنا معنا حد راه في الدول المتقدمة حمالة هذاك الذي يبلغ ماشي تيتي ماش واشي لا ماشي هذا استعمار دوك الخوال الخوال راه كانوا كيصفوهم المقاومين ماشي مشكل لا هذه مقاومه جديده انا حدا واحد القاضي ما عنده حتى ماشي بالدرج ديالها حتى ولا ساكن في كاليفورنيا والمراه في الكات كات ديال 140 مليون نو منين على توصل له ولد مزيان اذا جات شي حاجه من شي جهه مرحبا قليلا كما راه اياه ولكن خصنا نبلغوا نبلغوا دابا بريطانيا العظمى القاضي يتخلص عنده كرطة يشري بها كرافطة ويشري بها تنقال ولكن المحاسبة كاينة كيحشم تيشري جوج كرافطات في العالم كنقول غادي حشومة كلمة القناية كل جاي جوج كرافطات هذه راه ما كايناش نشوفوا الأخلاق حيت حنايا هي منظومة القيام مصيبة واحد يدوب كيسرق كيضحك فين الضمير تخيلوا معايا جاب واحد السيد راه تاهو في الحبس جابوه برلماني سرق جهه بكاملها لعشرات السنين وجايبينو لاش باش يمشي تخاوه يترأس لجنه التشريع في البرلمان قلت لهم نو انتم تصوتوا على هذا هاتي قالوا لي لا حنا اوني بيك ديسيبليني اللي قالها لنا الحزب ديالنا الشفاره الكبار كنديرو تخيل انت دعاء بهم في الخارج ما عمرهم ما غادي يحكوا باش ما عرفتش هذا السيد هذا امي وكيتاجر في المخدرات ومعاه رجل في الخلا وانه مشكله كيقول لك راه الفساد يكلف الدولة من 5 إلى 10% من الناتج الداخلي كيبيعها باش يقتلوا الجهة اللي كيبيعها كيبيعها يجيب الدكتور يدير لي هو الملازة وهو ما كيعرفش الملازة حيت هو من الفلوس ديك الفلوس واحد ما صوروا من عين هكا هذا حتى واحد ما حاسبوا حتى واحد ما إذا أنا بالنسبة لي هذا الملف المغاربة راه كيتاب ولكن خصو المتابعة الدقيقة أنا كنتمنى يكونوا مكاتب ديال المحاماة لان شفنا قضايا فساد زيد فرق الملاير وحكمت المحكمه بسنه السجن غير نافذه و10 درهم غرامه تشجيع الجريمه والسرقه واش تيضرب 20 مليار وتقول لي تحكم عليه 10 درهم غرامه كيف يعقل ولهذا حنا خصنا نطرب هنا في هذا الجهه استرداد الاموال والممتلكات وتستثمر في الجهه وتشوف الجهه كيفاش غادي تطرب شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.